يعني ايه ان في تلميذ اعتدى على بنتي بالضرب او الاهانة، فانا كولي امر اروح جايب الكلب بتاعي الشرس وانتظر هذا التلميذ يخرج من المدرسة واخلي الكلب يهجم على هذا التلميذ. ما افهم كولي امر اذا جرى الاعتداء على بنتي او ابني ان انا اروح لمدير المدرسة وان انا طالب بعقاب هذا التلميذ اللي اعتدى على بنتي، ان انا صعد الموضوع لمدير مديرية التربية والتعليم، حتى لو وصلت ان انا اقابل وزير التربية والتعليم واقول له انا عايز حق بنتي. لكن فكرة ان انا استخدم قوة شرسة زي الكلب ويهاجم تلميذ، اعتقد دي مسألة لا يمكن السكوت عليها، لان بالمنطق ده واولادنا دائما بيتخانقوا في المدارس وعراك تلاميذ مع بعض وضرب وزعيق وشتيمة، ده سلوك داخل المدرسة ممكن نقومه من خلال التواصل مع الإدارة بتاعت المدرسة. بس هل يعقل وإحنا في مصر وفي القرن 21 وفي سنة 2018 إن أنا استخدم أسلوب بلطجي؟ اللي قامت بده ولية أمر إحدى الطالبات أو التلميذات لسه في مرحلة متقدمة من التعليم. هذا الفعل استفز النائب محمد عبد الغني النائب البرلماني العضو مجلس النواب، وقدم بيان عاجل للسيد وزير الداخلية بيطلب منه استفسار عما جرى، وبيقول له ازاي احنا نقدر نقنن عملية اقتناء الكلاب في مصر. النهاردة بقى اي حد يقدر يشتري كلب ويقدر يمشي بيه في الشارع ويثير فزع عدد كبير من المواطنين. ممكن نلاقي بعد كده واحد اتخانق مع حد، جار مع جاره، اي خناقة عابرة، عربية حكت في عربية، الاقي على طول كلب طالع لي وعمال يهبشني. معايا على التليفون النائب محمد عبد الغني اللي استفزته الواقعة. سيادة النائب، بعد مساء الفل، ماذا قلت في بيانك العاجل للسيد وزير الداخلية؟ مساء الفل يا فندم، ازي حضرتك وجميع المشاهدين، ربنا يخليك. احنا الحقيقة دي واقعة مش وحيدة ومش نادرة، يعني دي واقعة متكررة في ظاهرة استخدام الكلاب كسلاح في يعني مشاجرات او في استعراض القوة في الشارع. بقت ظاهرة متكررة وبتحصل في أحياء كثيرة، بعضها شعبي وبعضها يعني أحياء متوسطة، وبيلاقي الناس نفسهم قدام يعني حيوان أليف احنا كلنا بنحبه يعني هو الكلب، لكن صاحبه بيستغله كسلاح لترهيب الآخرين. الحقيقه العمليه دي في كل دول العالم المفروض تكون منظمه، فكره اقتناء الكلاب والمفروض انها تكون عمليه منظمه وليها قوانين. نعم. قدمنا الاول قدمنا بيان عاجل لوزير الداخليه بهذا الشان وعدد الحوادث عشان نعرف قد ايه الواقعه دي موجوده ومتكرره وايه التعامل اللي بيتم معاها. وفي نفس الوقت احنا بصدد عمل مشروع لتنظيم عمليه اقتناء وتربيه الحيوانات الاليفه واهمها الكلاب. ازاي ممكن يعني فكره حد يقتني كلب فيه وهو في عماره سكنيه مثلا، في دول كثيره بينظموا او في ولايات في اماكن زي الولايات المتحده الامريكيه بيحدد حجم ووزن الحيوان اللي انت ممكن تربيه جوه بيتك، لما يكون بيتك ده في وسط تجمع سكني معين، فلازم يبقى في عمليه تنظيم لده، حمايه لاصحاب اللي بيقتني الكلب ده وحمايه الاخرين من الاستخدام الخاطئ لمثل هذا الحيوان. طيب، هل رد عليك السيد وزير الداخليه ولا لسه البيان مقدمه النهارده؟ لا، لسه مقدمين البيان النهارده وفي انتظار الرد في صدد الحكايه دي، ونتمنى كل الرد سريع ويدينا حجم معلومات يحط الراي العام ويحط زملائنا النواب قدام الحقائق اللي احنا لازم يعني نجتهد في استصدار مثل هذا القانون. هل يوجد لدينا تشريع ينظم عمليه اقتناء المواطنين للكلاب؟ لا، حاليا على حد معلوماتي لا يوجد تشريع مناسب، واحنا بنعمل جلسات مع الخبراء بتوع الطب البيطري وخبراء تربيه الحيوانات عشان نقدر نوصل لقانون يكون عادل وعاقل ونسترشد به تجارب الدول الاخرى في عمليه تنظيم اقتناء الحيوانات الاليفه وعمليه تقنينها وتحديد نوعيتها في كل حال. ما الذي استفزك في واقعه ولية الأمر اللي جابت الكلب وهجمت بالتلميذ؟
ان خلاص احنا ممكن نبقى في مجتمع ما بنلجاش فيه للقانون، وكل واحد بيستخدم يعني ما يستطيعه في تطبيق قانون الخاص على الاخرين، ويعني اهمها نسبه استخدام الكلب. والحكايه دي بروح لك يعني يمكن الواقعه دي واقعه بس اتشهرت يعني واتعرفت، لكن الواقعه دي بتحصل تقريبا بشكل شبه يومي في اماكن كثيره جدا، ويا اما استعراض وترهيب يا اما استخدام حقيقي في هجوم على اخرين. بشكرك سيادة النائب محمد عبد الغني، كان يحدثنا عن البيان العاجل الذي قدمه للسيد وزير الداخلية تعليقا على واقعة سافرة قامت بها ولية أمر إحدى التلميذات باصطحاب كلبها الشرس للهجوم على تلميذ هاجم أو اعتدى على ابنتها.